عاود انت واش كتثق في هذاك اللي حلاك؟ راه ما يوجدو حتى معاك تمسا. ياك عزيز قول له انا مع الوقت. انا دابا تهضر سلام. شوف من الخنزير. انا نعرف انا معك 12 ان شاء الله. ان شاء الله. صوروا قول هذا السي عبد الله. الله يحفظك. اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شفت في. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر. احنا اليوم كنتواجدوا من قلب اشهر سوق سمك احنا كنتواجدوا اليوم دوخني هذاك. ف اليوم كنتواجدوا اشهر من قلب اشهر سوق سمك عبر السمك بمدينه القنيطره كيف ما كيشهدوا معنا. اليوم السمك غالي وحنايا مقبلين على الشهر رمضان اللي كيدير الثمن ديالو 20 درهم. غادي نسمعوا مجموعه المعطيات مع عند السي عبد الله. مرحبا بك السي عبد الله وشهر مبارك. الله يجعلك بالصحه والسلامه. مرحبا بك ومرحبا بكل المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي. كنتمنى منكم انكم تبارطاجوا فضلا وليس امرا. استاذي عبد الله كنشوفوا ان السديد باقي غالي 20 درهم. عالي وبعالي ولكن كان بعد اسابيع كان فيها 20 درهم. هكا بعدا اش قول لنا؟ السيمة اللي فاتت كانت شوية رخيصة. شحال كان؟ كان 15 دابا اليوم. ولكن هنا كيسأل المتابعين كيقول لك الدرويش فين 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 كاين؟ الدرويش فين كاين في هذا 15؟ نعم. الشهر اللي فات كان السردين موجود. كان الثمن كان مناسب. شحال كان؟ كان 10 درهم 15 درهم. دابا اليوم راه كاين كيجبد البحر. نعم هذا ديال المدية. المدية. نعم. شنو درهم. نعم. بارك الله فيك سي عبد الله. كنشكرك جزيل الشكر. غادي نشوفوا معك التنقية إذا سمحتي. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل. هذه الطريقة ديال التنقية ديال سي عبد الله كيف ما كتشاهدوا. هذه الطريقة كيفاش ما كينقيو. شكرا لك. اذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين افاضل فعلا سي حسين صباح الخير ومرحبا بك معنا. صباح الخير استاذي الله يسعد الصباح ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. قول لي شحال سردين؟ 400 ريال. تعال شي شويه اليوم. شحال؟ 4 سنين الله يسعد الصباح. إذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين الأفاضل اليوم الثمن ديال السردين 20 درهم. غادي نشوفوا مجموعة ديال الأثمنة في هذا السوق واللي ماشي غير السردين. غنشوفوا حوايج كرة معكم في هذا البث المباشر. دائما معكم على البث المباشر من قلب سوق السمك بمدينة القنيطرة. تبارك الله الخير موجود ولكن غير الثمن كيف ما شفتوا معنا في العنوان. مع الأسف هانتوما تبارك الله الترويش ما عرفتش فين كاين صراحة. كنقول قلتها لكم لان كيف كتشوفوا تبارك الله على خير بلادنا موجود تبارك الله. اذا دائما معكم على البث المباشر من قلب سوق السمك. صباح النور سي نوردين الله يسعد الصباح. الله يسعد الصباح بخير عليك وعوش مباركة. الله يدخلك الصحة والسلامة ورباط ربي يحفظك لك. سي نوردين قول لي شحال السردين اليوم؟ 400 ريال. واخا علاش دي 400؟ لان مجموعه ديال المتابعين كيسالوا كيقول لك بزاف هاد السردين في منطقه ديال بعض المناطق كيدير فيها الثمن ديالها 5 دراهم. شبهه راه تيقول لك عندنا السردين 5 دراهم ياك؟ نعم. ومنين السردين داير اليوم 800 درهم شبكه؟ شحال خاصنا نبيعوها؟ لا اكيد طبعا ما كنهضرش عليكم ولكن كنهضر على الناس اللي كيبيعوا بهذا الثمن هذا 300 درهم الشبكه. 300 درهم انا كنشريو بها جوج شبكات. راه انا كنشريو بها شبكه. نعم. دابا تاخذ هذه الشبكات عندك 900 درهم. نعم. بزاف. واش يبقى حتى رمضان بهذا الثمن؟ واش عندك مرة كيطلع مرة كيطلع؟ نعم. مرة كيطلع مرة كيطلع. الله يصايب وصافي. اللهم امين اخويا.
شكرا سي نور الدين وصباحك مبروك. نعم سيدي السلام مليحه. نعم شكرا لك سي نور الدين وصباحك مبروك. اذن دائما معنا كيف ما كتبوا معنا المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي، دائما معكم على المباشر من قلب السوق السلام. اذن كيف ما كتشاهدوا معنا نمشيو عند سي نور الدين الثاني صديق ديالنا. صباح النور سي نور الدين، الله يسعد الصباح واش مباركة، الله يدخلك الصحة والسلامة ولي بغيتي ربي يحفظك ولك. سي نور الدين قولينا بشحال الأثمنة هنايا كنشوفو السردين شوية اليوم طالع داير الجناحين راه وصل 20 درهم اليوم. اليوم شوية قاصر. شحال الشبكة دايرة؟ 300 درهم. 300 درهم غالية علاش؟ كاين بعض الأماكن سي نور الدين داير ب 5 درهم. دابا ما كاينش. لا ماشي هنا بعض المدن. نعم شكرا سي نور الدين. شنو كتقول للمتابعين؟ هو شرب مروقه هذا هو اللي تنقول. الله ينورك كنشكرك سي نور الدين. اذا دائما معكم معنا السي هشام اللي دائما الحمد لله سعدي دائما تعودنا ابتسامه جميله او شي مباركه، الله يدخلك بالصحه والسلامه وربي يحفظك لك. كنشوفوا اليوم السوق مزيان ولكن حول تبارك الله خير بلادنا موجود، ولكن السردين اليوم داير 20 درهم. قلنا انت ديما كتهضر معنا بالصراحه ولفنا تعودنا الصراحه ديالك والحمد لله وعندك حاجه مزيانه. اليوم السردين اليوم داير 6000 ريال. نعم تفضل. داير 6000 ريال الشركه. نعم. شنو داير 20؟ ولكن بعض المدن كنلقاو فيها كيقول لك بعض المدن على حسب المتابعين كيقول لك راه كاين 5 درهم، علاش؟ 5 درهم حد كيبيعوا في الزنقه. حنا عندنا لك راه لا ضريبه لا حتى حاجه. نعم. فين هي المرض؟ انسان محل مقيد فهمتيني؟ ما عارفوش ما دايرش عليه الطبيب شايف بزاف الحوايج. نعم. واخا سي نور الدين حنا سي عفوا سي عادل. قولي لنا الاثمنه اللي عندك هنا. عندي قال 70 درهم. منا 70 درهم. القرب داير 100 درهم. القرب 100 درهم. الكواجو داير 70 درهم. الكواجو 70 درهم. يا خويا مرضي. نعم. الشرغو تو داير 70 درهم. الشرغو 70 درهم. الصور دايره 90 درهم. الصور. 90 درهم 90 درهم عفوا 90 درهم الصول. هذا الكروفة داير تا هو 90 درهم. تا الكروفة 90 درهم. سي نور الدين كيف عفوا سي عادل ما فهمتش اليوم كنقول لك سي نور الدين ما فهمتش. سي عادل شنو رأي زعما في رمضان حنا دابا المقبلين إن شاء الله؟ نتمنى عرفها إن شاء الله بإذن الله. الإنسانية المواطنية فلسطين يتمعز شوية. لأن الدرويش راه ما عندوش بلاصتو هنايا الصراحة. والله يدير شي تاود الخير. حنا دائما كنشوفوا الدرويش هو اول حاجه. شوف نعم غيديروا غيدير قادوا الامور وصافي على حساب الدرويش باش القاميه ياكل مسكين تاويت معاه شويه شويه. وعارف ان بالنسبه لرمضان الكريم كيكون فيه مصاريف كثر. كيكون مصاريف كيكون دوبل. كيكون بزاف دوبل. نعم. ب 50 درهم تاتولي ب 200 درهم 300 درهم. فعلا فعلا. سي عادل شكرا لك وصباحك مبروك. إذا ان شاء الله نتلاقاو في لايف اخر ان شاء الله. اذا كيف ما كتابوا معنا متابعين الافاضل كنا اليوم عند السي عادل كيف ما لاحظتوا معنا تبارك الله السلعه موجوده في البلاد تبارك الله ولكن كاين اثمنه لان الناس اللي هادو اللي كيبيعوا بالسكت لكن ما كيهضروش على السكت كيهضروا على الناس اللي كيبيعوا بالجرو هادو يعني واحد الثمن اللي هو خيال كيف ما تابعتيو الشبكه كيف ما قالنا السي عادل 300 درهم بينما بعد الموديل اللي كيدير واحد 5 درهم. اذا ما بقى الا نقول لكم لا ان الله محمد رسول الله. شنو نقول لكم غادي نشوفوا معكم مازال نشوفوا معكم بعض الاثمنه وبعض المحلات ديال السمك ونشوفوا تبارك الله الحوت ديالنا ديال الخير بلادي ولكن المشكل اللي كاين هو الاثمنه. نشوفوا ياك سيدي هاج الدار هاج قولها قولها صباح الخير سيدي. صباح هذا 150 درهم بزاف هادشي ياك سيدي. هاد الثمن هذا قبل رمضان ما نعرفش غادي واش غناكلو الحيت ولا غادي تقطع كاع نهائيا. شكرا سيدي بارك الله فيك. صباح النور سيدي الله يسعد الصباح الله يطول عمرك. سمعتي المواطن شنو قال لك؟ الله يحفظك. هادو الناس اللي كيباعوا بالجمل بالجمل عفوا راه غالي عندهم الثمن ياك سيدي. الحوت شويه قليل. نعم. إلا قل الحوت تيتزاد الثمن. إلا تزاد الحوت دابا إلا قل الحوت نعم تيتزاد الثمن. إلا
الحوت تيقل الثمن فهمتي. نعم دابا الحوت ما كاينش قليل حتى البرق ما تخرجوش بزاف دابا بحال هاد الصوار ولا هذا حتى دابا مهديه حابسين ما تيخرجوش الحوت هذا تيجي من كازا ولكن الأثمنة تاع كازا غالية كما كالامار تما كدير 150 160 هذا هو الأثمنة اللي كاينة دابا بارك يعني 120 تا خصك ديال ديك الفرنك ديال الترونسبور ديال هذا مصاريف هادشي اللي كاين. نعم شحال كروف عندك السي هذا كروف هذا ديال المهدية رقيق هذا رقيق شحال واصل؟ 70 درهم 60 درهم 70 درهم هاد الحويجات اللي عندك هادي الصندية 70 درهم 70 درهم 70 درهم ميلنا كناخدها ب 55 كنلقاها ب 60 درهم ميلنا 60 درهم هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. شكرا شنو كتقول المتابعين في هاد الشهر المفضل عند الله وحنا نقراو تنقول الله يدخل على بنادم الصحة والسلامة بارك الله فيك هادشي اللي غنقول كنشكرك وغنختموا بك وختامهم مس على الصحة وكان كلشي كلشي يتعوض ان شاء الله الحمد لله وغادي نختموا بك صباحك مبروك سيدي اذا كيف ما كتبوا معنا هادو من اسمنا في قلب سوق السمك بمدينه القنيطره بقى لنا نقول لكم شكرا لكم على المتابعه واللقاء دمتم في رعايه الله وحفظك نتمنى لكم انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا.